العالم ماركوني حصل على جائزة نوبل 1909 عن اختراع التلغراف اللاسلكي أو اختراع الراديو واكتشاف الترددات الكهرومغناطيسية اللي كانت تعتبر زمان نوع من أنواع السحر في البث والإرسال والاستقبال، وده اللي هنقوم بشرحه أكتر لحضراتكم. كمان هقول لك على حاجة مهمة جدا ما تستغربش عليها، إن أثبت العلم إن التردد ELF يتأثر به الإنسان، وقامت بالفعل تجربة حصلت عليها الاتحاد السوفيتي على هذه التكنولوجيا اللي هي ELF، وتم استخدامها في مجالات سرية كتيرة، مثلا ضد السفارة الأمريكية في موسكو سنة 1957. بدأ تأثيرها يكون على كل شخص داخل السفارة بدخولهم حالة غيبوبة متشابهة لغيبوبة السكر، وتكلموا عنها في أمور كتيرة. وهنا الاتحاد السوفيتي استخدم نوع من أنواع السحر أثر بيه على ناس بعيدة عنه ودخلهم في حالة غيبوبة، نفس اللي بيعمله الساحر بالظبط، لأن فكرة التردد الصوتي والسمعي المنخفض لمخ الإنسان ما نقدرش ننكرها. فالتردد الصوتي المسموع له أنماط كتيرة، كل تردد بينتج نوع من المشاعر زي مثلا صوت البحر. لا جدال انك لما تسمع صوت البحر هتحس بالهدوء والاستقرار الروحي، غير الترددات المسموعة من مكبرات الصوت اللي بتكون هي من غير جدال بالنسبة لك شيء مزعج مهما كان محتواه. فكل تردد له تأثير على الإنسان، وهنعرض لكم الآن تأثير التردد على المادة وما بالك بتأثيرها على العقل. وزي ما حضراتكم شايفين تأثير التردد على المادة، لأن كل تردد له شكل معين ما بالك تأثيره على العقل. أما الموجة التحت صوتية زي اللي استخدمها الاتحاد السوفيتي بتقنية ELF بتيجي من مصادر كتيرة، إما مصادر كهربائية أو مصادر طبيعية زي صوت دقات القلب. طبعا انت عارف ان القلب ليه صوت لكن مش سمعه لأنه تردد تحت صوتي، لكن لكل دقة قلب تأثير ترددي. يعني كلما كان الإنسان في حالة استرخاء وفرحة يكون ليه تأثير عن القلب، وتحس هذا التأثير بداخلك وتلمسه. لذلك دايما بنربط المشاعر بشكل القلب، لأن القلب ما هو إلا محول كهرباء المخ أو الأفكار إلى طاقة ينبض بها، وإن أي فكرة مهما كانت فهي تحتوي على مشاعر، والمشاعر دي هي الطاقة اللي بيشتغل بها القلب. فلما هتكون فرحان بشدة هتحس بخفة القلب، ولما هتكون خايف جدا هتحس بقوة نبض القلب وتأثيره. وكل نوع من المشاعر ليه تأثير على قلبك، وده شيء ملموس فينا. لكن ده ايه علاقته بالسحر؟ هنا اشرح ليك شيء سبق شرحه، وهو سحر المقابر. سمعته من كل زمان لكن ما تأملتش ليه الساحر بيستعين بالذات بالمقابر. هل لكثرة وجود الاشباح فيها؟ اجابة هتكون غريبة بالنسبة ليك لو انت اول مرة تتابعنا. فدايما لا علاقة بالسحر من الجن والاشباح، وكل اللي بيستخدمه الساحر هو مجموعة من الادوات المضخمة للطاقة، نفس فكرة جهاز سينك او الشيء اللي احنا اتكلمنا عنها، لا داعي لشرحها الدقيق حتى نكون ابرياء من ذنبها. وبعد امتلاكه الادوات بيستخدم بصمة المسحور، وهو الاثر او القطر او اي شيء يملكه الساحر الحامل بتردد الثابت من دقة قلب الساحر وبصمته الاثرية. وعند دمج الادوات المستخدمة في السحر مع البصمة يصنع جهاز راديو بدون كهرباء يستقبل الموجة الموجودة ويعيد ارسالها لصاحب البصمة. وسبب وجود السحر في المقابر ترددات الزائرين لها، فهي مليئة بالحزن والفراق، لذلك يؤثر بالحزن والفراق، لان المسحور بيستقبل نفسه
نفس الموجة الموجودة في مكان المقابر عن طريق جهاز اللي صنعه الساحر له ووضعه في المقابر مع أسره، اللي بيتوالف مغناطيسيا مع الموجة أو الهالة الأسيرية الخاصة بالمسحور، ويصبح المقابر مكان وجود أسحار الحزن والفراق بعملية حسابية مش دقيقة بالنسبة للساحر، لأنها تعتمد على الحسابات الهرموسية وتعتمد على الأدوات المستخدمة لإرسال واستقبال موجات زي اللي استخدمها الاتحاد السوفيتي في الموجة السلبية اللي أثرت على حالات غيبوبة وحالات كتيرة تأثرت بها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية زي ما شرحنا لحضراتكم. وهنا أسألك، هل الآن وضحت لك فكرة السحر؟ ولكن احنا ما تكلمناش عن علم السيمياء وأبعاد النظر والتخيل، ولو تكلمنا عليها هيكون فكرته بسيطة ممكن تتقبلها بالنسبة لك. فهي السحر لأنها معروفة بالنسبة لك ساحر خفة اليد، استخدم السحر او كلمة ساحر لان هو بيستخدم شيء سهل بسيط ممتنع بالنسبة لك، وبدل اي شيء ممتنع بالنسبة لك هيكون سحر لغاية ما تلاقي سببه. فالحال بتاعته كل الفكرة انه بيخضع بيها اعين الناس، لكن مش ده علم السيمياء بس، ده علم السيمياء كبير جدا وممكن ان يصل فعلا للاخفاء. بعد اكتشاف العلم للحسابات الدقيقة وتبسيطها وربطها بالابعاد الضوئية، استطاعوا صنع بلورات لا تظهر في الماء، وفي حاجات كتير تبرر لك ليه الصحراء كانوا بيستخدموا البلورات السحرية في خداع الناس بالاضواء، وتربطها وتفهم من خلال البلورات انه بيتلاعب بالاضواء وبيتلاعب بقوة الغدة الصنوبرية اللي عنده، اللي كان زمان قدرة الغدة الصنوبرية للانسان اقوى بكتير من قدرة الغدة الصنوبرية دلوقتي او ما يسمى العين التالتة. ففي ناس كتير اكتشفت القدرة دي جواها او قوة العين التالتة جواها، وقدرت تستخدمها في حاجات كتير جدا، قدرت تستخدمها في التأثير والسيطرة على كل من حواليهم، قدروا يستخدموها في انك انت تسيطر على حد من خلال اي شيء تشوفه. وفي علماء كتير استخدموا سحر السيمياء او العلم السيمياء او العلم الضوئي في التأثير على العقل اللاواعي، زي ما الساحر استخدم تأثير ترددات الناس اللي داخلة زوار المقابر للشعور الشخص عن طريق التوليف المغناطيسي واحساسه بالحزن والفراق وتأثيره على عقله اللاواعي، وده نشرحه في الايام اللي جاية، وده اللي هيثبت لك قد ايه انت فارطه وقد ايه انت بتلعب بيك. وقبل ما نربط كل الخيوط ببعضها، انا انتهز الفرصة انك عرفت اسرار السحر وكيفية استخدامه، وانه مهما تعدد استخدامه هو بعيد عن الشياطين، والشياطين علاقتها بالسحر انها اخذت علم من سيدنا سليمان وحرفته بطريقة شيطانية مناسبة ليهم، والشيطان كل اللي بيعمله الانسان ان يضله على علوم السحر، وان السحر مكون من 3 اشياء اساسية: خيمياء وكيمياء وسيمياء. الان هل تظن نفسك انك نجيت من السحر وعمرك ما كنت مسحور ابدا؟ هل تظن نفسك انك قادر واعي بكل شيء حولك، ام انك مقيد ومسخر من قبل اشخاص يمارسون السحر؟ انتبه، لان كل ما قادم مهم بالنسبة لك، فتابعنا لتتعلم ما خفي فهو اعظم.